هاي هي السمبوسة اللي عم بحكي لكم عنها، هاي سمبوسة الدجاج بخلطتي المميزة، غير شكل، روعة، بمقادير سهلة وبسيطة، وتطلع معكم بهذا الشكل. إذا حابين تشوفوا كيف عملناها وكيف حضرناها، ما شاء الله شوفوا كيف، غير شكل، مثل جناح الدبور طالعة، ما شاء الله شوفوا القرمشة. فهي إذا حابين تشوفوا تابعوا الفيديو شوفوا كيف حضرناها. ميت اهلا وسهلا حبايبي فيكم بقناه الطبخ كميات امجاد. اليوم ان شاء الله رح نعمل معكم رقائق السمبوسه الجاهزه بالدجاج بخلطه مميزه والطيبه كثير والسهله والبسيطه. حطيت نص كوب من زيت النباتي بكميه بسيطه لحتى اقلي فيه البصلات، تقريبا البصلات كانوا حوالي 4 حبات وسط مفرومه بشكل ناعم، والبصل هو حريه لإلكم لأن صدورها انا اللي عندي هي تقريبا حوالي كيلو، فرنتهم بشكل ناعم رح خليهم يتدبروا. حط عليهم الملح والبهارات، رح حط البهارات السبعه تقريبا معلقه صغيره حسب ما بتحبوا انتم كيف بتكونوا حادين او لا، ومن الملح معلقه كبيره ملح ورح حركهم، وكمان رح ضيف بهارات السمبوسه هي كثير طيبه بنصحكم فيها. وهي هي بهارات السمبوسة أنا بحبها كثير وبنصحكم فيها تجيبوها، هي بتجي بهارات جاهزة تقريبا بحدود المعلقة كبيرة، وهي كمان حارة شوي يعني بتجيبوها للأطفال ما تكتروا فيها. اسمها تتبيلة الحشوات للسمبوسة، أنا هي كثير بلاقية ظريفة إذا بتحبوا تستعملوها. خلي تدبل البصل 5 دقايق وبضيف اللحمة. بالنسبة لصدورة الدجاج تقريبا 3 صدورة انا فرقتها بشكل ناعم هي كيلو، فرقتهم عند ماكينة او بتقدروا بمحضرة الطعام اي شيء متوفر عندكم فرمون او قطع صغيرة. انا عملتهم المرة فرن لحمة صار مثل اللحمة المفرومة، بحركهم بالبصلات وتقريبا بياخذوا معي بين 10 دقائق والربع ساعة لحتى يستووا. وبعد ربع ساعة بهالمرحلة أنا بضيف الجزر، الجزر بيعطي لون حلو وطعم طيب، فبنصحكم فيه، برشوا جزر تقريبا كان البرش 4 جزرات وسط. برشكم ورح أحطهم فوقهم، هلا بقى بحركهم كلهم مع بعض وبتركهم 10 دقائق ربع ساعة لحتى تحسوا إنه اللحم استوت، بنشيل بتكون الحشوة صارت جاهزة عنا. رح غطيهم واتركهم مثل ما قلت لكم حوالي 10 دقائق. وهيك صار حشوتنا جاهزة وطحينا الغاز رح نخليها لتبرد وبعدين بنحشيها بالرقايق. وهلا مع بردت حشوتنا وبلشنا نشتغل فيهم وعملنا كذا حبة من ابتدينا صرنا عم نشتغل فيهم. هلا هي هون التثبيتة عبارة عن مي ونشا، حطيت شوي من المي ومعلقتين نشا وحركتهم، هي بتلزق مزبوط. وبالنسبة للسمبوسة أهم شيء عنا إياها تلزق، اعملوها بالطريقة اللي بتناسبكم، في ناس بتلفها بشكل عادي بهي الطريقة وهي صحيحة، بس تحكم أغلاقها لحتى ما تفتح أثناء القلي بهذا الشكل بحيث أعمل جميع جوانبها وما تفتح معي وأقدر أمسكها من جميع الجوانب. شوفوا كيف هاي هيك خلص، هي ما عادت تفك معنا، جميع الجوانب انا احطها فيها وما عاد تفك. اما بالنسبه للنهايه مثل ما قلت لكم بسكرها بالمي والنشا، وفي ناس بتحطها بقلب هاي لحتى ما تتحرك معنا، بتثبتها تحطوها شوي من المي والنشا خلص تثبتت صارت جاهزه للقلي بهذا الشكل. في ناس بتعملها على شكل كور، انا احيانا بتساويها بهذا الشكل بحيث تاخذ الزاويه تبعها تتسكر بقى، وبتضيف على قد ما تقدر شو بيسع الكورن معي بنضيف له بهذا الشكل. هو خلاص تسكر هلا معنا، وصار هلا بدنا نسكر هذا الطرف، بنجيبها هيك وبهذا الشكل، وهيك بتكون تقريبا تسكرت من جميع كمان اطرافها. بقى الطريقه اللي ست البيت بتحبها، المهم كل الطرق بتأدي انه تكون ماسكة معي. رح نخلصهم ونقليهم قدامكم ونشوف كيف طلعوا معنا. هاي مرحلة القلي هن، وعم نحطهم على نار حامية شوي، بنصير نجيب الزيت عليهم لحتى ينبشوا معنا ويتأمروا بهذا الشكل. هلا هي خلصت، وصلنا للون يلي نحن بدنا اياه. وهي بقى السمبوسة صارت جاهزة عنا،
وهيك هي حضرناهم بعد القلي. بتمنى انه تكون نالت اعجابكم، ومثل ما قلت لكم انا استخدمت الارياف ما شاء الله طلعت معي غير شكل وظريفه. ان شاء الله نكون اليوم استفدتوا منها. شكرا للمتابعه حبايبي، وان شاء الله بشوفكم فيديوهات جديده، ولا تنسوا الاشتراك.